يسقونها خوفا ولكن لم تخف، تزداد عزما في رواق المنعطف، تمضي وإن تأتي الصياط بكتفها والله ما همت، وقلب الكون رف لليوم زينب تحتمي بكفيلها، ما ينسي العباس لو مليون طف. وأنا جيت أكتب قصيدة وشرد أقول افترت الدنيا بخيالي وعقلي خف، شفت ناس التاجر بحب الحسين إيش قد جت هموال وإيش قد انصرف، وشفت ناس تريد ترسم صورة غير ورسمة العباس من ما عنده شف، إنه العباس خير الثائرين في خضم الحرب سيف لا يمل، زينب الحوراء لاذت في حماه رفع عين على الشمس سواها ظل، حالة استنفار صابتني وحكيت وقلت كلمة وعن هبد ما ريد أزل، لو تذل الدنيا كلها من الصياط زينب الحوراء ما يوصل هذل. عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائنا المشاهدين باستشهاد سيد الأحرار الإمام الحسين وآل بيته الطاهرين. حلقتنا اليوم خاصة جدا، مختلفة جدا، احتراما لهذه المناسبة العظيمة، احتراما لهذه الثورة العظيمة. ضيفنا اليوم صاحب رسالة بها رسالتين، الرسالة الأولى قضيته، الرسالة الثانية شلون يحبب الناس بقضيته، من الناس اللي وصلوا بهذه القضية لقلوب الملايين من الناس، من الأشخاص اللي دخلوا بحب وبسلام وبابتسامة. ضيفنا اليوم المنشد الحبيب الغالي مصطفى الربيعي. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور، وعظم الله أجورنا وأجوركم، وتحية لكم طبعا كادر هذا البرنامج، تحية لك شخصيا طبعا، وممنون جدا على هاي الدعوة. الله يحفظك ويسلمك أستاذ مصطفى. شوف، دوركم يكون كلش مهم بهاي الفترة الزمنية من شهر محرم. نعم. أنا أريد أعرف الطقوس اللي تتغير عندك بهاي الفترة. والله هو المناسبة عظيمة يعني، وإلها فد طابع بنفوس المسلمين كافة. الحسين لأن سلام الله عليه مو ملك أحد، ملك الجميع، فأكيد هاي المناسبة لا إراديا من تمر على الكل فد طابع مختلف، فد يعني وضع آخر مغاير عن باقي الأيام وباقي المناسبات. تحضيراتك لأعمالك بهاي الفترة تكون لو بفترة سابقة؟ لا، مرات ياخذنا الوقت شويه فنتاخر يعني ضمن شهر محرم. تعرف لانه يعني المسؤوليه على عاتقنا كبيره، تصير قريب محرم لانه الاستعدادات لهاي المناسبه تكون على قدم وساق. مرات لا قبله. الاساسات باختيار النص الحسيني. نعم. للقراءه، القضيه قوه النص، الصور الموجودة بالنص، مدى وصف النص للقضية بصورة عامة، شنو أساساتك باختيار النص؟ طبعاً كل شخص وإله فد وجهة نظر وأسس أكيد معينة طبعاً يمشي عليها. الأسس اللي أنا أحبها صراحة واللي أفضلها، أحبذها على باقي المواضيع وباقي الأطروحات نقدر نسميها، أحسها لازم تكون بيها وعي أكثر، تربوية أكثر، ثورية أكثر. يعني ما أركز دائما المنظار فقط أن الحسين لازم دمعة ولطم لا، أكو فد أهداف ثورة جدا سامية يعني حملتها هاي القضية، لازم يجب أن يسلط الضوء عليها. حسين خلق تعامل طبعا 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 أكيد. خلينا نسمع شيء
من قصائدك او اناشيدك لمحرم اللي منتظر هي اكيد طبعا. نعم. اكو قصيده للشاعر المرحوم رحيم المالكي رحمه الله، الرحمه والخلود على روحه، من القصائد الخالده رحيم المالكي. حبيتها صراحه انا لحنتها و قدمتها في موسم من المواسم في شهر محرم. تقول شلون تجري وما يكزرق يا فرات، وانت ذنبك مو ذنب يفطر سمت سابقت، بالطف على حسين السيوف وما يكول سهم في صدر الرمى، كان مايك احد من كل السيوف اثر على حسين حيل والم، بس بنات المصطفى حر الجبود حسين حر، وهاي للحر تلجم، وعطش عبد الله تفرفح بين يديه، قطع قماطه ولعد ما يكون، طاح ابو السجاد يم جرفك شهيد، بين سيفين العدا وسيف الظما، انا لو منك لودي ويا الطيور الماي خاطر من سئل يشي ولما، لكن انت تريد تذنب يا فرات، وهاي ما تحتاج شرحي وترجمه، انفرط عقد الدين وعيونك تشوف، وكان ممكن شربة منك تلظم. الله. طبعا هي قصيدة طويلة وكبيرة بس اختاريت دخولها. أحسنت. الله يحفظك. أحسن الله لنا ولكم. أكو انتماء بالقراءة. نعم. وقت من تحس أو تسمع نص تحس قارئ النص ما منتمي للنص. صح. ما مصدق أكيد. بالنص. أو لغاية. أو لغاية معينة. تقدر تقول. صحيح. أنت بالفترة الأخيرة أخذت دور ثاني، وهو خلينا نقول دور التحكيم بمسابقات لمنشدين. نعم. ومثل ما عرفت في طور تحضير لبرنامج جديد أيضا قريبا من هذا النوع. أنا ما أريد أحرك تفاصيله بس هيك بس. لا مو مشكلة. نقول عليه اللي ردت أقوله. اللي اجوا للمسابقه او خلينا نقول الجيل القادم من المنشدين، ايش قد بالمية حسيتهم متبنين القضيه فعلا؟ هذا المجال اللي هو مجال التحكيم اللي ذكرته، طبعا هو كانت بالبدايه تجربه لي خطره اقدر اسميها او تجربه جريئه. ليش؟ لأنه مثلا نفسه هو مصطفى عليه هواي ملاحظات من قبل الناس. تمام. فكان الاختيار يعني بوقتها من اختاروا أن أكون أحد أعضاء اللجنة، أنا صراحة ترددت بالبداية، خفت من الرأي العام، من هواي تفاصيل. بس هو منبر حتتبين يجوز وجهة نظرك. تمام. بس احنا اليوم في مجتمع ما يرحمك إذا غلطت، يعني جدا ما يرحمك، فلازم تكون حذر. يعني خلينا نقول الجمهور ما عنده جملة البشر. مو الكل خطأ. مو الكل بس الأغلب، يعني الأغلب الطابع اللي نعرفه عن الجمهور الأغلب الفئة الأغلب بلحظة يعليك وبلحظة
ينزلك أسفل السافلين، مزاجه مرات ومرات يحكم على أشياء بطريقة سطحية. كنت حذر طبعا، لازم تكون حذر لأنه هاي مسؤولية. نجحت الحمد لله، نجحت الحمد لله، قدرت أن المعلومات اللي عندي والأشياء اللي تعلمتها على أيادة أساتذة كبار، طبعا كبار جدا بهذا المجال، قدرت أنقلها بأمانة. بكل أعمالك راح أسألك وتجاوبني من وجهة نظرك. نعم. خدشت حياء؟ أبدا. خلق؟ أبدا. عندك قد يكون أخطأت بس ما خدشت. أنا أريد الأجوبة مثل ما قلت لك بوجهة نظرك أنت، لأن بعدين هاي الأسئلة السريعة راح توصلنا السؤال مهم. صح. قلنا ما خدشت حياء ولا خلق. أبدا مستحيل. مفردة بها إسفاف شديد. جدا حذر باختيار المفردة يعني. زين جداً. عندك رسالة خاطئة قدمتها للمجتمع حرضت على 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 قتل على على دم على تفرقة؟ لا لا, لا لا أبدا أبدا. بس أكو ليش لعد الخطر أو ها أكو أخطاء؟ ليش المؤشرات اللي أنت تقول عليها؟ المؤشرات على مصطفى الربيعي. شوف هي تفسر من عدة جوانب هاي المؤشرات. مثلا احنا هسه بالبداية قلنا كاختيارك للكلام وما أخدشت وهاي التفاصيل هاي مستحيل. ليش؟ لأنه بالأساس أنا داخلي رسالة لازم أوصلها، ورسالة إنسانية، ويعني الرسالة الإنسانية تكون لازم حذر بيها بانتقاء الكلام، بانتقاء المفردة، بانتقاء الموضوع. وكل رسالك واصلت لنا مثل ما أنت كنت مخطط. الحمد لله الحمد لله. بكل سلاسة، بكل رقي واحترام للذات. لازم السؤال أنت مجبر. أي. وين؟ أي. هو ماكو أي حاجة سلبي نهائيا ماكو. أنا هذا من جانبي ساند أحكي لك. تمام. بس أنا أحس أكو عند مصطفى الربيعي تخوف أكثر من اللازم. هو مو تخوف، هو حذر. حذر. أوكي. الحذر مطلوب. ليش؟ لأن أنا سولفت لك هسه، حكيت لك أول باب أو أول وجهة نظر، لأن هي أوجه عديدة لها. الوجه الثاني الشيء الغريب اللي دخلت به كان جديد على هو أنا هاي النقطة اللي أريد أوصل لها بالضبط. يعني الموضوع والمضمون اللي أنا اتطرقت له كان بشوية جراءة. خط مصطفى الربيعي بناء على قناعاته بهذا الموضوع؟ أكيد شيء مقتنع به لازم، وإلا لو كنت ما مقتنع به ما راح أجازف بهاي القوة وما راح أدخل بهذا الشيء. اليوم الوعي تحسه محارب جدا، ويا هاي النقطة وضعيف. مو بس محارب، يعني جدا ضعيف أصبح في هاي الأيام، ولدرجة يعني شلون أوصف لك إياها، أريد فد وصف يوصل للناس بسرعة. الوعي اليوم خطفوه ويساومون عليه والتقيس الناس يفهمون الوجع. نعم. أكبر من جروح يا ناس. خلصت العمر ما مفتهم روحي. قبل خلينا نحكي بصراحة مطلقة اليوم. نعم. يصعد الشاب العراقي يربط تليفونه على الأواكس أو البلوتوث بالسيارة، خلنا نحكيها ببساطة مثل ما هي، خلنا نحكيها أكيد، ويسمع أغاني لا لهدف إنساني. طبعا مع كل احترام لكل الناس، بس لتوصيل صورة معينة. طبعا ظاهرة هي واحد بالضبط يناقشها أكيد. هذا الموضوع نهائيا ما صار عليه أي لغط، شيء طبيعي صح ولا لا؟ طبعا بمجتمعنا أكيد متناقض هذا. هو أنا هذا اللي أريد أخذه من صعد الشاب وخلى يا ناس يفهمون الوجع أكبر من جروحي. تحياتنا لأحمد عاشور العصام والعصام كريم الله يحفظهم إن شاء الله. نشودة من بدايتها لنهايتها لا بها أسفاف وتعبر عن الذات بطريقة حلوة. هنا أنا صار اللغط، فسر لي مصطفى. اللغط صار من المتشددين، خل أحكيها علن، يعني أكو ناس تستتر بغطاء الدين. تمام. تحاول أن تحارب أي شيء يخالف ما أفكارها وأهوائها وانتماءاتها. طيب معنا كسبنا شباب الطريق حلو لطيف، كسبنا شريحة واسعة كانت
وحتى نكون صريحين أكثر. أنا أعتبر على فد شيء يعني ولو أقاطعك. عفوا. اليوم إحنا عندنا أكو مثلا عندنا بالعراق مطرب الحي لا يطرب. فعلا. أني لو كنت من غير دولة لا كان أكو مقبولية أكثر صارت. وهذا الشيء أنا تعجبت فيه. أكو عندنا إمكانيات مو بس أني. أكو إمكانيات عندنا ومن شعراء من أصوات جميلة على 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 كل الأصعدة. من طاقات بكل المجالات. ليش دائما العراقي أهله بالضبط يحاربوه يكسروه يحاولون الدليل أن يطلع خارج الحدود تعامل الناس وياك لا يختلف فعلا تعرف قيمتك يختلف. الحقيقية زين ليش تجيك طاقات بسيطة أو أقل من البسيطة من خارج البلد من خارج البلد يطبل لها يعني ويشار إليها بالبنان وإلى آخره زين ليش انت يعني مثل عندنا طاقات بالعراق على كل الاصعده مثل دره بيتفحام للاسف فهذا يعني عتب انا اقدمه يعني من خلال شاشتكم للناس يعني ليش هذا الشيء انا اليوم بما انه قلت لك يجوز بالكواليس قلت لك احنا مجتمع يفتقر يعني انا اليوم مفخرتي في شخصيه ما عراقيه وحققت فد انجاز هذا من دواعي الفخر هذا فخر هذا رفع راسي رفع راسي فأنا قلت لك إحنا مجتمعنا يفتقر لثقافة الشكر خلينا نقول من جانبي ومن جانب هواية ناس أنا أعرفهم فعلا حابين نقول شكرا مصطفى الربيعي شكرا لله على ما قدمته من منجز مهم واعي مثقف ومختلف طبعا الشكر لله أولا والشكر يعني للحسين صراحة أكو حسرة بداخلك طبعا أنا من الحسين أتشكر لمسائل عدة يعني صح أنا مو من الناس اللي نقدر نقول لهم فد شلون أقول لك خلفية دينية وكذا هاي لا بس يعني كل شخص يحب بطريقته الخاصة بمفهومه الخاص أنا اللي فهمته من الحسين بأنه يعني أشياء كثيرة من ضمنها ومن أهمها الخلق المبدأ الرسالة لازم شلون توصل الوعي الإدراك هاي كل شوف هي ثورة الحسين غزيرة أكيد غزيرة بس أكو فد أمور أنا أخذتها للأمانة فادتني بحياتي فشكرا لله سبحانه وتعالى وشكرا للحسين وشكرا للناس الواعية المثقفة اللي عندها وعي اللي عندها إدراك طبعا هذولا لهم جزيل الشكر ويا رب وإن شاء الله ما ننحرم من دعاهم من مساندتهم بس هذا السؤال جواب إن شاء الله أتمنى أن تجاوبني عليه بصراحة مطلقة بقية الأسئلة جاوبني عليها بصراحة نسبية ما عندي مشكلة بل أنا شايف تقريبا ما أقول لك كل لقاءاتك أغلب لقاءاتك أغلب كلهم واليوم من بداية الحلقة لهاي اللحظة أنت هاي الحسرة اللي بداخلك أكو موضوع بداخلك مو موضوع أكو شيء اللي دين هاتشي حتى لو تقوله حتى لو نحكي للأسف يعني ما بس أنت لازم نفسك صح أكيد أكو نقدر نقوله؟ أنا ما راح أقوله لأنه ما راح يوصل بالصورة ما راح تفتهم الناس راح تهاجم يطلع مننا يروح مستحيل لنا. مستحيل يعني راح يزيدون الطين بلة مجرد أنا مرات أحكي أطرق الفد مواضيع والناس هي نفسها تعرفها بأنه هذا قاعد أحكي أنا صح وهم تهاجم وهم يبررون مثلا أنا قاعد أصرف طاقة وعاصر فكري وذهني حتى أوصل فد شيء من خلال حوار لا شوف إيش لابس شوف شعره شوف وين رحت وين رحت وين أنا إذا أوصل أنا وين دا أحكي أنا وين قاعد تعبان أعصر دماغي حتى أوصل لك فد فكرة شوف إيش قال شوف القنف اللي وراه شوف يعني أكو تفاهة بالموضوع مرات تصير فأنا هاي ما أتحملها للأمانة فنرجع لموضوعنا كل شيء وياك ممتع لا الله يسلمك أنت ممتع من كمية المتعة والموعظة اللي أخذتها بالنص الأول
ومن حوارك أريد أسمع شيء بعد. بعد؟ أمانة أمانة أنا بهاي الحلقة ما أعرف شو أسوي، ما أعرف شو أسمع من مصطفى الروحي. لا أنت تدلل من حوار بخدمتك، من صوت الجمهور. جميل الدلل. من وعي. خلينا نسمع شيء اللي حاب تسمعه لنا. أكو عندي فد عمل من كلمات المبدع أحمد عاشور، طبعا تحيات لأحمد عاشور الحبيب. يقول يا شجرة ذكرينا مكتوب أسامينا، خطي داي يشبه مشيته من رافقاني، وخطي داي يشبه مشيته من رافقاني، وبسمه منصيحة يبتسم يدينا يقعد يمي. الله مصطفى. ويقل أنا بصوتك أحس ما ينشبع من اسمي، صوتك بصوت أمي يذكرني عيدها، بس حسين عزمني. الله. ويا شجرة بس كل شيء نهيدا من قطعة ويدا، والذكرى لي بعنا انشفت طاح المثيب كلمة علي تشوت عضيدة. الله. والريشة لي برأسا انحنت بغيابك شم كعب انسبت، شتمة وحماماتي النبي يوجعني راسه من نحس، يوصل لدي خاني لعبي عباس يا ذيني لو ما عرفتيني، يا شجرة بس شمي عطر شف الخذاني، أو يا شجرة بس شمي عطر شف الخذاني. الله الله يحفظك. طبعا هي القصيدة كانت تدور ضمن حوار بين حوراء زينب سلام الله عليها وأبي الفضل العباس سلام الله عليه، كان مبدع بي أحمد عاشور. أنت من شعراء الموجودين أحس الأقرب أحمد عاشور وعصام كريم، لهم بصمة حلو. يعني خلينا نقول لهم مساح، نقول الأقرب لهم مكانهم اللي نعرفه. طبعا تحية خاصة لهم أخوتي وحبايبي الله يوفقهم إن شاء الله. بس أكو شغلة بمصطفى الروائي غريبة، ألا وهي اللي هي من أكثر المنشدين اللي يرجعون على ما كتب بالتراث الحسيني. اللي يريد تسأله شنو الفرق بين القصائد اللي انكتبت بالسابق وبين القصائد اللي انكتبت؟ طبعا سؤال حلو. كل دولة أو كل مجتمع يعرف من خلال ثقافته أكيد طبعا. تمام، ومن خلال تراثه بالأخص، لأنه هذا الشيء متوارث يكون. فالتراث اللي عندنا يعني من الجريمة الكبرى أن يهمل، يعني هاي فاجعة أن نهمل. ليش؟ لأن هذا تاريخ، يعني فد شيء متوارث وشيء انبنت من خلاله أسس ومشت ناس وطلعت ناس على هذا النحو أو هذا المنهاج فيما مضى. فهذا تاريخك أنت، إيش وقت راح تخلي الأجيال تسمع وتعرف وتطلع بأنه عدها كذا تراث، عدها كم غزير هائل من طريقة الصورة الشعرية، طريقة البناء الشعري اختلف طبعا. فلازم أنت تجي تسلط الضوء لهاي الأجيال حتى تسلط الضوء بالضبط لهذا التراث العظيم حتى الأجيال تسمع. بس أكو فد فارق، أنت ما تقدر اليوم تحاكي الجيل باللغة السابقة. باللغة السابقة يعني يراد لك فكرة جديدة بالطرح.
مثلا انت خلي الكلمات كما هي بس حدث اللحن. اي اللحن اللي هي طريقه الطرح تتضمن اللحن الاسلوب الاداء وال يعني حتى يدخل بها الكليب كان نقدر حتى الصوره فانت تجي اليوم لازم تحبب او تدخل باذهان هذا الجيل هاي المفاهيم وهاي المعلومات والتراث هذا الكم الغزير من يعني من الابداع هو حتى وتوصله بهاي الطريقه عن طريق تحديث بعض الامور تحببه بها. يعني اليوم احنا اذا نرجع لاساس الماده هو الاساس اللي تربينا عليه. صح. اساس الماده ما اريد اقول الكلام ولكن الخطوه الاولى باي انشوده هو الكلام. اكيد طبعا. متفقين على هذا الموضوع؟ الحجر الاساس. اقول على مود يقول انا شاعر ونحاز. لا لا الكلام. الحجر الاساس هو الحجر الاساس طبعا. احنا حجرنا الاساس هو اللي تربينا عليه، هو تراثنا وما قيل عن هاي القضيه طبعا العظيمه. طبعا. بقت بنفس الهدف او بقت بنفس الروحيه انضاف لها شيء حتى نقدر نوصل رسالتنا للعقول العصريه اللي هسه عايشه مجتمع الاني. اجتني الصوره الحاجة. انا هاي شغله كلش مهمه اريد اسالك عليها. ليش الناس مو كلها بعض الناس البعض بعض طبعاً. الناس اللي هم حتى مو الاغلب يعني فئه من الناس رفضوا الفيديو كليب للانشوده. مرات عندهم حق. يعني ما نجي احنا وننكر بوجهه نظرهم، لا ليش؟ لانه احنا هسه انا وانت وغيرنا هم نعتبر من الناس. اكيد طبعا. اللي تسمع واللي طبعا. تشاهد واللي يعني اكو بعض الناس المختصين بالانشوده او بهذا المجال اساءوا واثاروا ضجه واثاروا لغط واثاروا يعني موجة جديدة الناس مو كلها تقدر تتقبلها، ألا وهي مثلا المبالغة. دخلت صيغة المبالغة. المبالغة. المبالغة بالضبط. يعني اليوم احنا عندنا مثلا موضوع يتناول إمام معصوم. تمام. وهذا إلى قدسيته وهذا إلى يعني إلى حدود. ما من الممكن أني أجي إلى هاي الدائرة الحمراء اللي ما طبعاً ممكن طبعا طبعا المساس فيها. طبعا طبعا. يعني اكو هواي امور ما اقدر اتجرأ حتى اكسرها، هاي الحواجز هاي غلط ما تنكسر، فاكو من اساء. حبي واحترامي بطريقة. لكل كميه السلام اللي موجوده بداخل مصطفى الربيعي. الله يسلمك. ولفكره الراقبه السؤال حتى جواب. اخلصك انا قلت لك او كنت حاسبه ببالي مستحيل اخذك لهذا الجانب، فراح اسالك سؤال يجوز جاوبني بإي او لا. نعم. حتى ما نخوض بتفاصيله. تمام. اكو منشدين أساءوا للقضية لغرض الشهرة أو النجاح أو الوصول أو 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 كثير لو ماكو كثير طبعا أكو كثير أكو والناس تعرف هذا الشيء ما يخفى على الناس بس قلت لك أكو من مصطفى حسبت عليهم وهاي الغلطة يجوز اللي الناس ما عرفوا تتفرق بيها لا الناس هي حسبتني يعني أكو أول هذا اللي تقوله طبعا أكو فد شيء حساس أولا المنشدين هم اغلبهم اصدقائي واحبائي واخوتي يعني يا ما نتشاوف ونقعد ونسولف ونحكي صح انا قليل الظهور معاهم او قليل شلون نقدر نقول يعني نادرا ما نتشاوف حسب الشغل مرات او مرات بالصدف بس اكو منهم من التزم للامانه واكو منهم من تمرد بس اكو مرات تمرد يكون هادف ايجابي بفد هدف وايجابي واكو تمرد لا خالف تعرف من باب الخالف تعرف وشلون اللي يستخدم كلمه الحق المراد بها باطل تمام الغرض باطل فيدخل عن طريق طرق ملتويه لهاي الامور يتطرق لها ويخدشها ويعمل ويبعث ما يعبث بها على ما انا اسف مو قاطعك بس نوباتك اكو افكار تجي ببالي فما اريد انساها فعذرا انا جزء قاطعتك هوايه باللقاء استاذ مصطفى انا مصطفى كلش مو يقول استاذ مصطفى عموما يلا هي جلسه اصدقاء ان شاء الله الله يخليك تشرف واخوه
سمعت صوتك هسه باللايف. نعم. غمض عيونه هو نفسه، يعني نفسه نوبات. احس بانه اي مؤثرات صوتيه اللي بالفتره الاخيره صارت من الضروري ادخالها، يعني اكو بعض اكو علميا لازم تدخل علميا لازم في مكانات تدخل معينه طبعا. بالضبط. انا حسيت حتى هاي ما لها داعي. قد يكون وجهه نظر، لان هو صوت تون نفسه. صحيح. صوت نفسه بالضبط. حتى بمجال المنشدين موضوع الهندسه الصوتيه والمؤثرات الصوتيه. نعم. تحسن من بعض الاصوات. لها دور كبير. اكو اصوات بالحقيقه مثلا مرات يعني انصدم اسمع او ما انصدم، لانه الاغلب على الاغلب يعني انا اعرف شنو امكانيه الشخص. حتى ان نلعب بالصوت او جمله او كذا او سوى له اديت اعرف امكانيته، يعني احس. اقدر اسالك سؤال؟ جواب. اسمع شيء لو تعبتك. لا يعني ما كنت تعب؟ لا بخدمتك اكيد. خلينا نسمع شيء مصطفى، خلينا نستمتع بهذا الصوت. نسمع. بما انه احنا بهذا الموضوع يعني. مو زين العالم صار، ليش الناس يكذبون؟ قلوب العالم تندار كل ساعة بميت لون، وابيض قلبي من الغيم، علموني اغير شلون. تعبون الذون هواي، عالطيب ما يقبلون، بيهم من صدق أمني تفتهم، هالعالم صدق لو أنا بحلم. الدنيا بلا دار، ناس بلا قلوب، العايش بوفاء وضع عشق الصعوب. ناس بلا روح، الله حملوا نجروح، المن نشكي وين احنا نروح؟ الذون هواي، تعبونا هواي، شفنا من الراح وانتان الجاي، شفنا من الراح وانتاني الجاي. الله. من كلمات الأخ العزيز الصديق المبدع محمد الصادق، تحياتنا. تحياتنا له. صارت عندك انفتاح على أسماء جديدة من الشعراء. نعم. أنا أحس يا ناس نقطة تحول بمسيرة مصطفى الرباعي. يا ناس اللي هي قلت لك كان بها موضوع يعني كمية من الجراء بالطرح. على كل الأصعدة، على صعيد اللحن، الكلمات، الأداء، الموضوع ككل. فهي نقطة تحول أكيد، بس أنا الهدف من عدها أنه تمشي الأمور في هذا. هذا الشيء كان مخطط. هذا الشيء مخطط طبعا، يعني أقربها إليك والسادة المشاهدين أكثر. أكو جانب إنساني مهمل. زين. مهمل أو معتم عليه. معتم عليه بطرق إعلامية نقدر نسميها مرتزقة أو إلها غايات معينة. مثلاً اليوم إحنا نشوف اليتيم. اليتيم كلها تباوع اليتيم، أنا وكافي اليتيم كهاتين، وهاي الأحاديث، ويطلعون بالمحافل وبالبرامج يمسدون على رؤوسهم. بينما أنا أجي للشارع ألقى اليتيم بالشارع ميت جوع. مجرد أن من أكو تصير فت صفقات معينة جابوا اليتيم، جابوا الألعاب بـ3000 ألعاب وأنت حبيبي، بس مجرد أن تندار الكاميرا نفس الواقع اللي وعش. اليتيم انضرب يلا امشي روح، منو أنت؟ امشي روح، ما يعرفه بعد أصلا. أكو فد أمور أنا أريد أسلط الضوء عليها اللي هي تتناول هاي الجانب الحقيقي للأحلام. بنفس الطريقه اللي استخدمتها ويا النص اللي من التراث، يعني حسنت. تاخذ هذا الجانب احسنت، الاداء يتغير طبعا، الصوره تتغير،
اريد افهم المجتمع الناس بانه هاي كلها اكذوبات، اكذوبات احنا عايشين بوسطها وللاسف مصدقين بيها 90% من المجتمع. حسك مليت حيل، اللي ينزل للشارع يمل، مليت من كذبة كبيرة. اللي ينزل للشارع يمل. اكو فد مقولة، شوف احنا اليوم في يوم جدا خطر، مسلوب بكل الحقوق. مثلا على سبيل المثال اليوم سين من الناس إلى مركزه وإلى مكانته في مكان معين من الدولة أو من المجتمع أو 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 تلقى بالناس بالشارع رايح جاي ويأذي الناس وما حد يوقفه وما حد يقول له أنت منو، ما حد يقول له، بينما أكو ناس ضحت ودماءها راحت وانتهت ويجون هذول يرقصون على جراحهم يأخذونها على الحاضر، يعني بهذا المصطلح. سألك سؤال جريء. تتأذى. أنا من الناس فقدت أخ، أصدقائي فقدوا، يعني العراق كله فقد. ليش أنا أجي هذا يتسيد علي اليوم؟ بيا حق، بيا قانون، بيا شرع. أسألك سؤال. هذا اللي تعبك أنت. سؤال. شوف ظلم ظلم، أكو ظلم. سؤال كلش مهم. نعم. متفقين على أنه ثورة الحسين عليه السلام ثورة ضد الفساد؟ أكيد. قطعاً. قطعاً هذا الكل. متفقين على أنه عنصر المنشدين عنصر مؤثر اليوم بالمجتمع؟ جداً. ليش ما سمعت انشودة ضد الفساد بالحكومي؟ لأن معتم عليها. لا أنا قدمت أعمال. أكو هيش أعمال قدمناها، ومو بس أنا، للأمانة أكو منشدين هم تطرقوا، بس القلائل يعني القلة. عمل صريح. عمل صريح. أكو للأمانة أكو من بعض المنشدين. نقدر نسمع مقطع منه إذا محضرة. أنا ما يحضرني، بس أكو هي أكو فد إنشودة سويناها بوقتها اللي كانت المظاهرات اللي هي من كلمات منتظر حنون. تحياتنا. تحياتنا لأكيد. تقول يعني اللي يحضرني منها. اللي يحضرك منها مقطع بسيط. بغداد يا محلى شملها ولون ألف بوسة محب فوق جفون والحشد عاشق دافع دون ينذر الغالي لأجل عيون من أجل دم الشهيد حتى عيد أطفال عيد ليشرب بدمنا يريد أنا راح الظهران مثلا. هذا عمل، وأتذكر بعد عمل قدمناه. كثير الأعمال كثير، بس الإعلام معتم عليها. أنا قلت لك، مو قلت لك أكو ناس اليوم سيدت عدنا في أحداث داعش ما كنا نشوفها بفكرك اللي مثلاً أنت مثلاً. لا خليني أحكي. زين. راح أقول لك ليش. مثلاً يجيني ابن المسؤول الفلاني يوقف بالشارع ومسدسه وهو ومدري منه والناس تعرف يعني، وهذا في يوم من الأيام أكو دماء انسفكت وهو بعمان أو بدبي أو بغير مكان أو أو أو, أو. يجي اليوم يتسيد علي؟ أنا اللي ثبتت للقاع يجي يتسيد علي؟ عبيد للأجانب هم ولكن على أبناء جلدتهم أسود، مثل ما قال الرصافي. الله. صح لو لا؟ صح. هذا كله في ذمة الناس، والله العظيم في ذمة الناس. إيش كم قضية برأسك؟ هواي هواي. أنا اليوم اتطرقت الهواي، يعني مسائل مشابهة لهيج، اليتيم، المغبون حقه، أريد أوصل الصورة الحقيقية. فرضاً أخذ أمنية واحدة من فكر مصطفى الربيعي، اتعمم على المجتمع، أمنية واحدة تريد تغيرها بالمجتمع، إذا كانت لك أمنية محققة، إيش راح تتمنى هذا المجتمع شي يصير به؟ صراحة وحدة، أنت حددتني بوحدة، هي جميع إنه هواي يدري الأهم، أمنيات مطلوبة، ولكن أنت حددتني بوحدة. الأهم التعليم، لأن هذا مفتاح كل شيء، والوعي، يعني الوعي، الأخلاق. الأخلاق، الرسول صلى الله عليه وآله قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الأخلاق منين يجي؟ من التعليم. التعليم سواء أن كان في البيت نفسه، محط البيت، أو المدرسة، لأنه الحجر الأساس هو البيت. فالتعليم إن انصلح حاله ومشى صح، كل شيء راح يمشي صح. تعبت من خطك المختلف، من مشيك عكس التيار، ولا زلت ولما اموت انا امشي بهذا الطريق. تعبت الحمد لله، حتى وان تعبت، ولكن مصر يعني لازم ما تندم. لا ليش اتندم؟ مؤمن بقضيتك. لا. مؤمن جدا، لازم اكون مؤمن بيها.
لأنه إذا ما أكون مؤمن بها أعتبر نفسي فشلت وما ما تقدم. أريد أنطيك دقيقة. نعم. أو أقل من الدقيقة. أوكي. أنت والناس إذا كانت أكو بداخلك كلمة تتمنى الناس تعرفها فهي دقيقة لك، أنت حر بما تقول للناس. طبعاً الشيء اللي أريد أوصله للناس بصورة مباشرة وبدون أي مقدمات، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كل الناس تنتظر الفرج، كلنا ننتظر الفرج، يعني صغير كبير شايب مرة، الكل أملها هو الفرج والعدل، تحقيق العدل. بس أكو أشياء تحجب الدعاء، الناس تسويها بنفسها، إحنا دائماً مرات ما ندري نسوي أشياء تحجب الدعاء، اللي هي الظلم، الغيبة، الحكم على الناس من خلال على الآخرين، العفو من خلال أخذتني المنطقة عامة. هذا أنت أتمنى أنت يتراحمون ما بينهم. أنا بس أفد نقطة من خلال برنامجكم جدا مهمة. أنا ليش اليوم أجي مثلا في زيارة الأربعين أباوع؟ البشرية تحولت أخلاقها 180 درجة بل 280 درجة، بحيث تلقى مرات المشاكس بالشارع والإنسان البذيء كلماته وكذا، لو تدوس على رجله تدوس على راسه يقول لك الله وخادمك. زين هاي الأخلاق ليش إلا ما تتعمم على باقي السنة؟ زين أنتوا الحسين سلام الله عليه ما قال لكم أريدها فقط في زيارة الأربعين، أنا أريدها كل حياتك تستخدم هاي الأخلاق. ليش بس مجرد أن عبرت المناسبة طلعنا 20-0 تحول رجع نفس الإنسان؟ ليش التصنع هذا؟ هذا يا أما تصنع، وأنا أدري به هو تصنع يعني لأنه واضح، يا أما أكو ناس تستخدمه للإعلام اللي هم نعرفهم كنا، يعني تلقاه بمحرمهم. فيا ريت هاي الأخلاق اللي نادى بها الحسين واللي استخدمتوها في وقت ما، يا ريت هذا التسامح وهاي الطيبة وهاي الهلا وهاي هي موجودة بس قلة بالأيام العادية، بس بمحرم نلقاها خلينا كل مكان. يا ريت نلقاها دائما، مو فقط في محرم، في محرم وباقي الأشهر لحد نهاية الدنيا، لأن هاي الأخلاق مطلوبة. من وجهة نظرك؟ نعم. خلينا نقول انت حكيت بصورة عامة. اوكي، انا السؤال اللي مرتي اريد اسأله وبعد مشلب بيه ما اريد لا تهده ما اريد اهده. من قلت لك انت والناس، انا كل اللي كان ببالي او اللي شلت متخيله راح توصلهم شغلة عن شخص مصطفى الربوعي. لا، شنو تتمنى ان توصل للناس؟ انا واحد من الناس. انت ذا تكابر وما تريد تحكي او ما تريد توصل له، انت بصوره عامه عندك هاي القضايا اهم. لا صدقني هاي القضايا عندي اهم، لانه شوف انا من النوع اللي اذا شاف شيء ينعصر بداخله، اذا شاف شيء حتى اذا ما مسه. يشهد الله مره من المرات اكو، يعني هواي تصادفني، بس اكو فد موقف عصرني عصر بحيث كرهت الدنيا كلها للامانه. مره من المرات انا بالسياره، فاجى شايف هذول اللي يمسحون الجام وكذا، فولد صغير شفته يعني حتى مينوش مي خطيه مينوش الجامه. قلت له اقعد ايش تسوي؟ شو تريد؟ تعال. قال لي بس امسحها عمو ما ادري شنو. قلت له فازدحام، تعرف انت شايب بغداد الازدحام ما شاء الله. فقعدت اسولف وياه هيك حتى يخلص الوقت. قلت له انت طالب بمدرسه؟ ابوك وين؟ زين انت يعني وباوع على شكله مرتب، مو يعني من هذول اللي شلون اقول لك، يعني مبين الولد مرتب وشكله تمام، العلامات كلها واضحه. فانا استغربت ظليت اسولف وياه. قلت له تعمم منين؟ قال لي انا من بغداد. قلت له زين ليش تشتغل يعني؟ قال لي انا لازم اشتغل. ليش؟ يقول لي امي، هو طبعا عمره شقد ويداوم مدرسه، عمره 7 سنوات ويداوم مدرسه، قال لي امي بالبيت وما تقدر تطلع مريضه وعندي اخوت صغار وانا ابويا شهيد. من قال لي ابويا شهيد؟ يعني الدنيا اريد احرقها،
صراحة. ليش؟ لأنه يعني وتباوع منها تلقى مثلا جكسارة وراكب لواحد ابن مسؤول أو ابن فلان تباوع هنا هذا ابن شهيد. وين الربط؟ وين الربط؟ وين الربط؟ المجتمع ترى تعبان حيل حيل، يعني المجتمع باع ذمته آخر شيء، حتى الذمم باعت. مجتمع فقط قام يسلط الضوء، مصطفى اشتغل هاي حرام، مصطفى اشتغل، شو هذا مو حرام، هذا تفليش للدنيا كلها. احنا فترة يقول لي أبويا شهيد، زين هذا الشهيد؟ هذا ابنه؟ هذا يعني هاي فترة العقول لك ولي كل واحد من عندنا ثلاث أماني سريعة. خلي أبدي بأمنيتي الأولى، أتمنى أن ما يبقى أو ما تبقى عائلة شهيد محتاجة لأي شيء بالدنيا. لك الأمنية. يا ريت. لك الأمنية. الأمنية إلي أتمنى العدل. أتمنى تحقيق العدالة فقط. أتمنى أن الناس تقتدي بالحسين شكلا ومضمونا وثورة ومن كل جانب. الأمنية لك. الأمنية إلي أتمنى يا رب يا رب، يعني هي خلنا نقول شخصية، براحتك، خلنا نقول شخصية، أتمنى أوصل اللي طمحت إليه. أنا أتمنى أن كل الناس الأمنية الأخيرة شغلة كلش مهمة، وهي أنا دائما ما أقول إنه الإمام الحسين من خرج ما خرج بس للمسلمين، لا للناس، للبشرية كلها. طبعا للبشرية، والرسالة هي إنسانية طبعا، إنسانية لهواية جوانب، لنقبل بظلم، لنسكت على حق، هيهات منا الذلة. إحنا ليش نرددها بالمجالس الحسينية بمحرم وإحنا مذلولين بحياتنا؟ بالضبط، هيهات منا الذلة. ألمن لعد زين اللي يقعدون، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وين هذا الشيء؟ ما شو أسمعه بس ما أشوفه. ليش؟ خلنا نسمع شيء نختم به الحلقة اليوم. تمام. من اختياري لو من اختيارك؟ من اختيارك طبعا. شوف خل نسمع الواقع اللي احنا يعني بالنسبه لي اذا اقعد بعد ساعه ورا هاي الساعه راح اكون عموما هي كرساله، هي طبعا هي رسالتي كانت والله. يا ناس فهموني الوجع اكبر من جروحي، ويا ناس خلصت العمر ما مفتهم روحي، عيني على الساعة انتظر وما ادري شتاني، مشكلتي طيب واللي بقلبي على لساني، وما اذكر نفسي عشت بس عايش الناسي، وهذا البياض بالقلب بين على راسي، خلصت عمره بشي سنة واضحك ثواني، مشكلتي طيب واللي بقلبي على لساني. وجودك كان ضوء. بالعكس أنا استمتعت وياك الأمانة. جاك إحساس غريب هسه ما أعرف شنو. إيه طبعًا. خلي. بس هذا اللي أعرفه. لا خلي. بس هذا اللي أعرفه. أنت خلي أشياء إلي مو كلهن تأخذهن. أنا. أملي حق عليكم. ما أريد بالصميم أو بيش فكرت أريد أعرف بس حسيت. والله أكو بين الحين والآخر أنا يجيني انطباع، شايف واحد من يجزع، هو أنا ما جزعت من رحمة الله، لا بالعكس رحمة الله موجودة، وهاي هذا شيء حقيقي لا يخو، بس شايف من أنت تحس بأنه مرات تتعب 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 حيل 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 حيل، تتمنى تروح ويا شخص ترتاح له بعد. فأتمنى يعني مرات أتمنى يم أخوي صراحة الله يرحمه، لأنه أحس اللي راحوا وارتاحوا للأمانة.
الرحمة والخلود أكيد على روحه، يرحم أمواتكم إن شاء الله. أنا ما راح أقول لك شنو الضيف خفيف الظل، شنو الضوء. طيب بالعكس أنا وضوء مهم جدا لي كل الشرف، واستمتعت وللأمانة مر الوقت بدون ما أحس. طبعا أنا أشكركم وأشكر الكادر وأشكر وشكر لله، والشكر طبعا للناس الواعية اللي فهمت قصدي. يا ريت إن شاء الله يا رب. أعزائنا المشاهدين، نوبات أكو ناس تنجرح من كلمة، ونوبات أكو ناس تنجرح من نظرة. قضيتنا اليوم بصورة عامة، قضية الإمام الحسين بصورة عامة، قضية إنسانية. يا رب يا رب تتعاملون مثل ما كان يتعامل مثلنا وقدوتنا الإمام الحسين عليه السلام. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، تصبحون على مليون خير، في أمان الله.